السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعينا قبل أن أبدأ من فضلك اشترك في القناة بالضغط على زر الاشتراك أسفل الفيديو ومن فضلك قم بتفعيل زر الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا مقدم لكم أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد عشرين أغسطس 2023 تابع معنا الفيديو للنهاية أولا بالنسبة لأسعار اللحم سعر كيلو فراخ الأبيض 57 جنيه سعر كيلو مهات الأبيض 57 جنيه سعر كيلو فراخ الساسو 104 جنيه سعر كيلو الفراخ البلدي 108 جنيه بالنسبه لاسعار الكتاكيت سعر الكتكوت الابيض من 17 جنيه ل 19 جنيه سعر الكتكوت الطاسو من 12 جنيه ل 14 جنيه سعر الكتكوت البلدي من 5 جنيه ل 7 جنيه بالنسبه لاسعار البيض كرتونه البيض الابيض 107 جنيه كرتونه البيض الاحمر 109 جنيه كرتونه البيض البلدي 111 جنيه في النهاية بشكركم لحسن المتابعة لو عجبك الفيديو دوس لايك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل جديد وحصري من قناتنا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته